قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم بزيارة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك في مقر إقامة فخامته. وقد تم خلال الاجتماع بحث المسار المتميز للعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة، وسبل دفعها للأمام والوصول بها لمرحلة جديدة وأكثر تقدما من التعاون البناء والإيجابي بين البلدين، والذي يستند لدعائم قوية وروابط تاريخية وثقافية وصداقة ممتدة ورؤى شاملة، ويحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن تقوم الجمهورية التركية بإرسال وفد من المهندسين والمعماريين إلى مملكة البحرين لبناء جامع كبير يجسد ويعكس الإرث الثقافي والحضاري الإسلامي الجميل في تركيا. كما تم التباحث حول التحديات الإقليمية الراهنة والفرص الممكنة للتغلب على كل ما يعترض طريق الأمن والاستقرار ويحول دون إرساء السلام في المنطقة، والآليات التي من شأنها إيجاد حلول عادلة وتسويات دائمة للأزمات التي تحدق بدول المنطقة وتؤثر على مستقبل شعوبها، وذلك بما يدعم أمن ووحدة وسلامة هذه الدول ويضمن لهذه الشعوب التنمية والرخاء. بعد ذلك اصطحب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في موكب رسمي إلى مطار البحرين الدولي، حيث كان جلالة الملك المفدى في مقدمة مودعي فخامة الرئيس التركي لدى مغادرته البلاد في ختام زيارته للبحرين بدعوة رسمية من جلالته، حيث أجرى فخامته خلالها مباحثات مع العاهل المفدى تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.